نظرات الشرطي تشي بأنه يترقب المزيد، ثم واصل الشاب بنبرة هادئة تنافي حالة الهيجان التي كان عليها بالأمس. كان يتابع دراسته في تونس بعد أن جاءت به أمي من صفاقس، وكان والدي الحاج زيدان بن محبوب من ينفق عليه. عائلة والدتي لم تكن ثرية، كان يعامله كما يعامل الأب ابنه. لم أكن قد ولدت بعد، وحتى لما ولدت ظل يعامله كابنه وينفق على دراسته. لما كنت في السابعة توفي والدي وخلف تجارة رائجة. لم تكن والدتي تستطيع تدبير تلك التجارة وإدارتها، اعتمدت على شقيقها الذي كبر في بيتها، وهل كان لها أن تثق في غيره؟ مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. شاب بعكازين. في شارع علي الشعواني المفضي إلى الكورنيش في طبرقة، شمس يوليوز تضفي على المكان بهجة الصيف. زبناء كثيرون، تونسيون وجزائريون وآخرون جاءوا من جهات أخرى، يقتعدون كراسيهم على أرصفة المقاهي والمطاعم. فجأة في غفلة من هذا العالم الجميل الحالم، ظهر على رصيف أحد المقاهي رجل شاب يتوكأ على عكازين. سريعا يكتشف الناظر إليه قصر أحد ساقيه. يعتمر الشاب الذي يرتدي بذلة رياضية على صدرها ما يبدو أنها علامة فريق رياضي، كاسكيت يغلب عليها اللون الأزرق كما البذلة الرياضية. الشحوب الذي يعلو وجهه يحيل على سقم أو ألم يعتصره، وينسجم تماما مع جسمه النحيف. في وجهه لحية تعود إلى بضعة أيام، وشاربان نزل على طرفي الذقن. حدث كل شيء سريعا، ما أن وصل ذاك الشاب إلى باب المقهى حتى بدأ يصرخ ويردد كلاما لم يكن مفهوما كله. نبرته توحي بأنه في حالة سكر متقدمة أو هو تحت تأثير مخدر قوي. يتناقض تماما صراخه وصياحه مع حالته. كل من كانوا على رصيف المقهى استداروا نحوه، بينما تدافع عدد ممن كانوا في الداخل نحو الباب. يبدو أن الرجل أعجب بمنظرهم وهم يستمعون إلى صياحه. ما أن يأخذ نفسا حتى يعود ليصرخ ويردد كلماته تلك التي لا يفهم أغلبها. لم يتحرك أحد من مكانه، بينما كان هو يكاد يسقط إذ يهتز جسمه كله وهو يصرخ. قال أحدهم إنه يسب صاحب المقهى، وجاء صوت آخر يقول إنه مجنون. وسط الوجوه التي أطلت من الباب وجه امرأة أوروبية تضع على عينيها نظارتين طبيتين واسعتين. يبدو أن أشعة الشمس تزعجها، ولذلك كادت تغمض عينيها بالكامل. خلفها وجه مستدير لرجل في فمه غليون. لم يدم المشهد طويلا. من مكان غير بعيد سمعت صفارة سيارة الشرطة. الشاب الذي يصرخ لم يتحرك من مكانه. نزل من السيارة شرطيان، هي خطوات قليلة قطعاها، ثم أمسك بالشاب الذي كان قد بلغ من الهيجان درجة متقدمة. حملاه من تحت إبطيه وأدخلاه السيارة، ثم عاد أحد الشرطيين وحمل العكازين اللذين كان يتوكأ عليهما. الزبناء الذين تدافعوا في باب المقهى عادوا إلى أماكنهم. قال النادل للذين ظل يتملكهم الفضول إنه يظن أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات. ظن الجميع أن الأمر انتهى عند ذلك الحد، وأن الشرطة ستعرف ما الذي دفع ذلك الشاب إلى القيام بما قام به. في مركز الشرطة أنزل الرجل في باحة المركز وحمل إلى الداخل، ثم جيء بعكازيه. في مكتب صغير عند مكتب وضعت عليه ملفات عديدة جلس ضابط شرطة بزي مدني. أدخل الشاب الذي أمسك به في شارع علي الشعواني. بدا هادئا، أجلس كرسيا مقابلا للضابط الذي ركز نظره على عينيه. عليه أن يدلي باسمه وبوثيقة هويته. علم منه الضابط أن اسمه رياض بن محبوب. بطاقة هويته تفيد بأنه يسكن تونس العاصمة. طبيعي أن يتساءل الضابط عن أسباب وجوده في طبرقة وإثارته الفوضى بجوار ذاك المقهى. لم يتمكن في حينه من الحصول على جواب،
فقد تفطن إلى أن الذي أمامه يبدو في حالة لا تسمح له بالإجابة عن كل الأسئلة، وكذلك تم التحفظ عليه إلى أن يستعيد وعيه. تطلب الأمر يوما كاملا، ولم يقدم من جديد إلى الضابط سوى صبح اليوم التالي. وقد فوجئ الضابط بالرجل وهو ينكر أن يكون أراد سوءا بأي من زبناء مقهى شارع علي الشعواني. لم يكن في كلامه ما ينافي الحقيقة، فهو لم يقرب أي من الزبناء، ولكن ذلك لا يبرئه من تهمة المس بطمأنينتهم. كان عليه، هو الذي لا يملك عنوانا قارا في طبرقة ولا إقامة في نزل أو فندق، أن يدلي بالأسباب التي جعلته يأتي من العاصمة إلى طبرقة. قال إنه ما جاء إلا سعيا وراء حق له أهدره الغالي بن بشير مرزاق. وقد استوقف الاسم اهتمام الضابط. الغالي بن بشير مستثمر معروف في السياحة بطبرقة. نظر إلى الرجل الذي أمامه وراح بتفكيره بعيدا، يتساءل عن هذا الحق الذي أخذه بن بشير من هذا الذي أمامه، ثم انتبه إلى أن الرجل ينتظر، فباغته بأن سأله عن هذا الحق الذي أخذه منه الغالي بن بشير. رد الشاب أن بن بشير خاله. لم يمضي أبعد ولم يجب على السؤال. صمت ضابط الشرطة، ولكن نظراته النفاذة لم تبرح قط عيني رياض بن محبوب. هو خالك؟ سأل الشرطي من جديد. نعم، رد الشاب. يعلم الضابط أن الغالي بن بشير هو مالك المقهى الذي قبض على رياض بالقرب منها. يعلم الضابط أيضا أن الأمر يتطلب المزيد من التدقيق. لن يكون مقبولا إزعاج شخصية بوزن بن بشير تأسيسا على مزاعم، هي كذلك أقوال رياض. لم ينتظر الشاب الذي تقول وثائق هويته إنه يبلغ من العمر 28 عاما أن يسأله الضابط من جديد عن طبيعة الحق الذي أخذه منه ذاك الذي يقول إنه خاله. قال إن الغالي بن بشير مرزاق لم يكن شيئا قبل 30 إلى 35 سنة. نظرات الشرطي تشي بأنه يترقب المزيد، ثم واصل الشاب بنبرة هادئة تنافي حالة الهيجان التي كان عليها بالأمس. كان يتابع دراسته في تونس بعد أن جاءت به أمي من صفاقس، وكان والدي الحاج زيدان بن محبوب من ينفق عليها. عائلة والدتي لم تكن ثرية، كان يعامله كما يعامل الأب ابنه. لم أكن قد ولدت بعد، وحتى لما ولدت ظل يعامله كابنه وينفق على دراسته. لما كنت في السابعة توفي والدي وخلف تجارة رائجة. لم تكن والدتي تستطيع تدبير تلك التجارة وإدارتها، اعتمدت على شقيقها الذي كبر في بيتها، وهل كان لها أن تثق في غيره؟ فقد حاول أعمامي التسلل والحصول على نصيب مما تركه والدي الهالك. في تلك المعركة الشرسة اضطرت إلى إعطاء شقيقها الغالي تفويضا تلو تفويض. بدت الأمور وكأنها تسير سيرها الطبيعي، ثم باغتها المرض. قيل لي لاحقا إنها أصيبت بالسرطان، لم يمهلها طويلا ففارقت الحياة. سكت رياض لعدة دقائق، طأطأ رأسه كما لو أنه يريد أن يتذكر، ثم اكتشف ضابط الشرطة أنه يبكي وهو يستحضر ذاك الحدث الأليم. وكأنه لم يتوقف قط، استأنف حديثه. كنت في العاشرة. نظر إلى ساقه. ولدت هكذا بساق أصغر من أخرى. كنت أجد صعوبة في الحركة، لم أكن أستطيع اللعب مع أترابي، أكتفي بالنظر إليهم وهم يجرون ويلعبون. ظننت أنا الذي فتح عينيه على خال لم أعرف غيره، أن الغالي سيحميني. كنت صغيرا بلا حماية، ولم يكن لي أن أطلب الأمن والأمان إلا عنده. ولكنه بعد أسابيع قليلة أبان عن وجه غير الوجه الذي عرفته به. أظن أن وجهه الحقيقي هو ذاك الذي انجلى عنه القناع. قطعه الضابط، ولكن الذي تزعمه فيه اتهامات خطيرة، سيكون عليك أن تقدم الحجج لإثبات صدق ما تدعيه. نعم، قال رياض، ثم واصل ما كان يحكيه. لقد ألقى بي في ملجأ ومضى يتصرف في أملاك والدي وفق هواه، حول الكثير منها إلى اسمه وباع أخرى. قيل لي إنه كان يتصرف بالاعتماد على تلك التوكيلات التي حصل عليها من أمي. عاد الضابط ليقول له إن ما يدعيه يقتضي تقديم الأدلة.
أضاف: في كل الأحوال سأدرج أقوالك في المحضر. ثم انتبه رياض إلى آلة تسجيل بجوار المكتب. حسب الشاب أنه سيخلى سبيله، ولكن الضابط فاجأه بأنه سيمضي في المركز ليلة أخرى. ما يهمه الآن أن يتم الاستماع إلى الغالي بن بشير. صبح اليوم التالي قبل أن يغادر مركز الشرطة، سأل الضابط إن كان سيتم الاستماع إلى الغالي، ولما لم يأته رد منها قال له إنه سيعيد الكرة وسيلاحقه في كل مكان، يعلم أنه سيقبض عليه من جديد. وكذلك مضى في اليوم التالي إلى ذاك المقهى في شارع علي شعواني. كان الوقت صباحا، جلس إلى طاولة على الرصيف وركن عكازيه بجانبه. جاءه النادل فطلب شايا أسود، ثم ما لبث أن عاد ليخبره بأنه لا يوجد لديهم شاي أسود. كان الذي يتولى الصندوق قد لمحه من الداخل، ولذلك قال للنادل أن يبلغه بأن ما طلبه غير موجود فقد ينصرف، ولكنه استبدل شاي الأسود بقنينة ماء. قال للنادل: لا أظن أن الماء منعدم في مقهاكم. يعلم أن عليه أن يصمد مكانه فقد يأتي الغالي. بعد نحو ربع ساعة توقفت بجوار المقهى سيارة مكشوفة، نزل منها رجل أنيق الملبس، ظنه هو، هم بالنهوض من مكانه وكأنه نسي عاهته. ثم وهو يثبت نظره على المقبل نحو المقهى مضت يداه إلى العكازين. هي حركات تعودها، وقف، دفع الطاولة وكادت تنقلب قنينة الماء المعدني، ثم أسرع نحوه وهو يصيح: أيها اللص، أيها اللص. نظر إليه بتعال والتفت جهة باب المقهى من حيث خرج ثلاثة من العمال مسرعين. كان قد وصل إليه وأمسك بقميصه بإحكام، حاول التفلت منه وهو يتحاشى النظر إليه. كان رياض يصرخ: لن أتركك حتى أستعيد حقي، يكررها مرات ومرات. حاول الرجال الثلاثة أن يبعدوه ولكنه كان ممسكا به بقوة. ثم سمع صوت ثوب قميصه يتمزق، إذ ذاك التفت إليه. يواصل رياض الصراخ: انظر في عيني إن كان لديك ذرة شجاعة. لعل الغالي لم يكن يرغب في حضور الشرطة، ولكن أحدهم اتصل بها فيما يبدو. حضر شرطيان وتم الإمساك برياض، واضطر الغالي إلى مرافقة الشرطيين إلى المركز. وهو يدلي بأقواله لم ينفي أن يكون الشاب الذي قد قميصه ابن أخته، ولكنه نفى أن يكون سطى على ممتلكات شقيقته التي آلت إليها وابنها بعد وفاة زوجها الحاج زيدان بن محبوب. وحيل الملف على النيابة العامة. كان الغالي يظن أن مواجهته مع رياض ستحسم في جولة واحدة، ولكن رياض استطاع أن يثبت أن تصرف خاله الغالي في ممتلكات والده تمت بعد وفاة والدته. لم يكن بحاجة إلى أكثر من نسخة من رسم الوفاة وتواريخ العقود التي أبرمها الغالي لتحويل الملكية أو نقلها إلى مستفيدين آخرين. كل النسخ كانت بحوزته، وقد اضطر الغالي الذي صار يخاف على سمعته إلى التفاوض مع رياض عبر وسطاء. أعاد إليه الدار التي ولد فيها وعوضه عن ممتلكات، واضطر الشاب إلى التنازل عن متابعته.